إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأحبة في محطتنا الأخيرة، مثل ما ذكرنا هي محطة احتفائية بأحد الفائزين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 24. نتحدث هنا عن الفائز بالمركز الثاني عن فئة الأفلام الوثائقية والبرامج، إذا فيلم عبادة. ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الإعلامية مية بنت هديب الحبسية، إعلامية وباحثة في مجال الإعلام والفائزة ومعدة هذا الفيلم الوثائقي، فيلم عبادة. أهلا وسهلا بك دكتورة مية. أهلا وسهلا فيكي، مساء الخير يا عايدة. ومطول الغيبات جاب الغنائم مثل ما يقولون. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك ومساء مبروك الخير بداية على هذا وعلى الفوز. جميع المشاهدين شكرا جزيلا عايدة، شكرا. يعني هالفوز فوز الجميع، فوز للفريق العمل الذي اشتغلت معه، هو الفيلم أساسا من إنتاج التلفزيون، فهو يعني فوزنا جميعا. صحيح. طيب قبل لا نتكلم عن الفيلم وهذا الفوز، يعني أيضا في النسخة السابقة من ذات المهرجان أيضا فاز، هو هذا عبارة عن سلسلة. صحيح. وأيضا حصلتي على جائزة في الدورة السابقة، كان المركز الأول. كان المركز الأول، لكن نعم. يعني بداية ذي بدء، يعني أنا أريد أن أقول كلمة، بما أنه هذا الفوز يأتي ضمن المهرجان العربي للإعلام في تونس. نعم. وهذه السنة يعني خصصت مساحة كبيرة منه لفلسطين، حتى جاء تحت شعار نصرة فلسطين. صحيح. نحن ننصرها في كل محفل وفي كل موقف، فأنا لا أستطيع أن أكمل أي حديث دون أن أذكر دائما بأننا يعني مع غزة ومع كل الفلسطينيين، عسى ربي أن يعجل بالفرج قريبا. آمين. ونستهل كل حديث بالحديث عنهم حقيقة فعلا. فهذا الفوز هو الفوز الثاني ضمن نفس السلسلة، يعني أنا كنت محظوظة بهذه السلسلة الوثائقية. علما أن الدكتورة يعني هذه النسخة من هذا المهرجان شهدت منافسة كبيرة ومشاركة أيضا يعني كبيرة من جميع المؤسسات الإعلامية على مستوى الوطن العربي، فيعني أكيد الفرحة مضاعفة تكون بالفوز. صح، هي المنافسة الظاهر هذه السنة كانت أكثر شراسة. صحيح صحيح. يعني منافسة العام الفائت كان فيها يعني عدد، حسب ما ورد أن يعني المشاركات في هذه النسخة كانت يعني غير مسبوقة، بلغت 143 عملا. أنا لما شفت النتيجة المركز الثاني عرفت أن المنافسة كانت شرسة. صحيح. لأن العام الماضي كانت يعني نفس السلسلة البرامجية، نفس السلسلة الوثائقية، لكن كانت عن موضوع مختلف وحققت الفوز الأول. وكذلك عدد الأفلام والبرامج التي فازت هذه المرة للسلطنة، يعني السنة اللي فاتت كان في العدد أكبر بكثير، لكن على كل على الأقل هنالك تواجد وهنالك حضور. صحيح. وهنالك مجموعة كبيرة من البرامج التي فازت وحققت يعني مراكز متقدمة هذا العام، فكونها استطاعت أن تحقق هذا الفوز وسط هذه المشاركة الهائلة، وسط هذا التسليط على موضوعات معينة، يعني تعرفين كان في موضوعات محددة يعني. صحيح. تم طرحها، دليل على أن الإنتاج والحراك الإعلامي العماني يعني في تطور ولا زال حاضرا عربيا، ويعني يؤمن منه الكثير. نعم، فيلم عبادة وكذلك الفيلم الذي فاز بالجائزة الذهبية في النسخة الماضية كان بعنوان سكنة. سكنة. كان عن موضوع العمارة. نعم. أيوة. نتحدث عن فكرة سلسلة الأفلام الوثائقية، وهذه تأتي ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية أثر. صحيح. نعم. هي عبارة عن سلسلة أفلام وثائقية، موضوعها الأساسي عايدة هو يعني تتحدث عن الآثار في سلطنة عمان. كانت المفترض أنها هي تغطي حوالي 9 أفلام، وأنا فعلا اشتغلت على 9 أفلام، لكن دائما عند التنفيذ تكون هنالك تحديات معينة، وأكملنا منها 5 أفلام إلى الآن. الفكرة كانت عبارة عن تناول جديد للآثار العمانية، يعني الموضوع ليس بجديد، تم طرحه كثيرا لأنه موضوع جذاب جدا، وعمان غنية بعديد من المواقع واللقى الأثرية. أنا فكرت كيف ممكن أن أقدمها بشكل مختلف، لأنه يعني أولا لا تريد أن تكرري. صحيح. الأمر الآخر، أنا لاحظت أن كل موقع أثري هو كل موقع أثري غني بموضوعات مختلفة، فإذا تناولت الآثار عبارة عن مواقع أثرية أنت تحرقين هذه التفاصيل الصغيرة، لأن كل موقع أثري يتحدث عن حياة الناس، عن معيشتهم، عن العبادات القديمة، عن البنيان، عن التجارة، عن أشياء مختلفة حسب تحول الحضارات المختلفة.
الأمر الآخر أنه الآثار عبارة عن يعني مواد جامدة، اللغة الأثرية عبارة عن مواد جامدة، يعني إذا رأيتي صلفات أو رأيتي تماثيل أو رأيتي آثار صخور، حتى في بعض المواقع الأثرية كل ما تشاهدينه صخور. فهذه المواقع الأثرية، هذه اللغة كيف يعني تخرجين منها بصلة للمشاهد؟ المشاهد الحين نستعرض لقطات من عبادة أيضا للمشاهدين عشان يشوفون ما تتحدث عن الدكتورة. أيوة. نعم. فكانت الفكرة يعني بعد بحث وتمحيص أني أنا أتناولها عن طريق طرق المفاهيم مختلفة. جميل. يعني عوضا عن أن نتكلم عن اللغة الأثرية والمواقع، أفسر ماذا تعنيه هذه المواقع. فالمفاهيم المختلفة يعني كل فيلم يتناول موضوع مثل الموت، ما الذي يعنيه الموت في الحقب القديمة، كيف تحول التعامل مع الموت ومفهوم الموت عبر الحضارات المختلفة من أيام العصر الحجري البرونزي. موضوع آخر يتعلق بالمرأة، لأن الموضوع أيضا غير مطروق في العصور نتحدث القديمة. نتحدث عن عبادة. نعم. نعم. على ماذا ركزتي في عبادة؟ عبادة يتحدث عن المعتقدات القديمة، لا أريد أن أقول الديانات، وإنما العبادات التي كانت تمارس في عمان عبر الحقب المختلفة منذ العصر الحجري العصر البرونزي ومرورا إلى يعني إلى وصول الإسلام، لأن العديد من اللقى يعني كانت تدل على أنه قد مورست، إذا لم تكن عبادات أو على الأقل كانت هنالك معتقدات معينة. يعني إذا جئتي مثلا يعني سمهرم في 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 منطقة الظفار، في محافظة الظفار، سمهرم فيها موقع، في الموقع الذي يعني يحتوي على عدة أماكن من ضمنها معبد. صحيح. وهناك عدد من اللغة الأثرية التي تدل على أن عبادات معينة مورست، مثل عبادة الشمس، مثل عبادة القمر. مؤخرا كان في اكتشاف يعني كبير في آدم، أظن كان اسم الموقع مضمار، ويعني تبين أن هنالك كنوز أثرية تتحدث عن، من ضمنها تتحدث عن الطقوس التعبدية وتتحدث عن العبادات التي كانت تمارس، رغم أنه كان في مسير القوافل، يعني ما ينتمي إلى أي مثل ما تقول موقع أثري آخر كبير، يعني هو كأنه مختص بموضوع العبادة، عبارة عن معبد على الطريق. فيعني اتضح أن هذه العبادات يعني متأثرة بحضارات مختلفة. الفكرة كانت في صعوبة قليلا، لأن يعني التفاسير لمثل هذه اللغة الأثرية ليست من السهولة. صحيح. المعلومات التي تتوفر لدينا إلى الآن في السلطنة يعني معظمها معلومات تتحدث عن تاريخ هذه الآثار. نعم. عن متى تم اكتشافها، متى تنقيبها، إلى أي فترة زمنية تعود، لكن تفسير أنه هل فعلا هذه العبادات مورست أم لم تمارس، وما الذي كانت تعنيه، وكيف هي علاقاتها بالحضارات الأخرى، لم يكن الأمر سهل، يعني لملمت كل هذه الـ هذه الـ هذه التفاصيل. صحيح. أنا حاولت. نعم. طرح الفيلم أنه يعني يقسم إلى عدة أقسام. اسمحي لي دكتورة، أيضا راح نحتفي أيضا بفائزة أخرى. من ضمن الجوائز الدكتورة فنة العريمي. مرحبا دكتورة فنة. طبعا دكتورة أهلاً فنة وسهلاً، حصل برنامجها صحتنا أيضا من ضمن البرامج الفائزة في هذه النسخة من المهرجان. نبارك لك دكتورة فنة. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ عايدة، انا بارك لكم، الفوز واحد، الجهد واحد، ويعني ما في احد اليوم يبارك له، يعني هذا باذن الله، يعني التتويج الجهد مشترك، نية صادقة باذن الله سبحانه وتعالى، وجهد واحد، وادت باذن الله سبحانه وتعالى الثمار. نعم. احنا يعني راضين. نعم راضين عليه، لأنه مثل ما قالت الدكتورة ميا، بالفعل كان في نوع من التنافس القوي ما بين قوسين شرس، ما بين المؤسسات المشاركة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه بإذن الله المراكز اللي يعني الحمد لله. دكتورة فنة، يعني ما شاء الله هذا برنامج صحتنا، ما شاء الله إعداد وتقديم من سنوات، واليوم يتوج بجائزة، كيف استقبلتي خبر التتويج بهذه الجائزة؟ شكرا شكرا استاذ عايد على هذا السؤال الجميل، ويمكن تتذكري يعني ذكريات 19 سنه استاذ عايد، كنا انا وانت نلتقي. صحيح. في ما شاء الله استديوهات التلفزيون، لما كنا نقدم برنامج صحتنا عبر تلفزيون سلطنة عمان.
نعم حبيبتي، نعم والله كل فخر، كل اعتزاز وكل شرف حقيقة، أنه بإذن الله سبحانه وتعالى جهود الزملاء في وزارة الإعلام، جهود زملائي إخواني في وزارة الصحة، يعني ما شاء الله، يعني وأنت شاهدة على ذلك أستاذة عايدة، يعني أكيد، والمشاهدين والمستمعين أيضا شهود على هذا الإنجاز عنك. وأكيد الكل سعيد بهذه الجوائز التي حصلتوا عليها، وخير تتويج لهذه الجهود التي تبذلونها. شكر لك الدكتورة فنة الفن العريمي، وأيضا شكر لك الدكتورة مية بنت هديب الحبسية، إعلامية وباحثة في مجال الإعلام والفائزة بالمركز الثاني عن فيلم عبادة. كل الشكر لكم، نورتينا في من عمان. شكرا دكتورة. عايدة، شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا. شكرا. وشكر لكم أيضا مشاهدينا الأحبة على متابعتكم. يتجدد اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.